السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تجي تفهم English. درس اليوم هو WH questions، هي واحد الكلمات كتعاونني باش نطرح السؤال بالإنجليزية. إذا نبداو بالكلمة الأولى هي where كتعني أين. عندنا where do we go to buy food. إذا استعملنا where باش نطرحو السؤال. Where أين؟ Go هي ذهب. We go نذهب. إذا أين نذهب؟ Buy هي اشترى. إذا to لي باي نشتري فود هي طعام. إذا وير كتعني المكان أين. نديرو مثال آخر. Where does a bird lay eggs? Where does a bird lay eggs? Where أين a bird هي طائر. Lay يضع. نبدأ بيضع. أين يضع a bird طائر. Eggs البيض. الجواب هنا هو العش. نست عش طائر. إذا عندنا where عندنا when وسميناهم WH questions لحقاش تيكون فيهم WH. إذا when تنستعملوها الزمن من الوقت متى. عندي when does the bus arrive. When does the bus arrive. Then when متى فوقاش the bus يا الحافلة arrive يا وصل. إذن متى تصل الحافلة. When does the plane leave. لاحظوا معايا شنو قلنا. When هي متى. The plane هي طائرة. Leave هي تغادر. إذا متى تغادر طائرة. عندنا when. Where استعملوا المكان. أين. When الزمن. متى. عندنا why. Why يعني السبب. لماذا؟ ليش؟ why؟ مثلا why does a giraffe have a long neck. نلاحظوا معي why هي لماذا. A giraffe هي الزرافة. Have تمليكم عندها. Long هي طويل. Neck هي العنق. إذن why لماذا. Have تمليكم. A giraffe
الزرافة نيك هي العنق لون طويل. إذن عنق طويل. لماذا تملك الزرافة عنق؟ عنقا طويلا. مثال واحد آخر. Why do children go to school? Why do children go to school? Why? لماذا go يذهب children الأطفال to هي إلى school المدرسة. Why does a giraffe have a long neck? Why do children go to school? إذن عندنا الكلمة الثالثة اللي كنطرحوا بها السؤال هي why لماذا علاش. Where أين when متى why لماذا. عندنا who كنستعملوا غير الأشخاص يعني من شكون من. إذن عندي who takes care of sick animals? Who takes care of sick animals? إذن هو هي من شكون takes care يعتني of be animals هي الحيوانات sick هي مريض. عندنا عاوتاني who delivers mail. Who delivers mail? Who يعني شكون هو الشخص من delivers يوصل mail هو البريد. إذن عندي who where أين when متى why لماذا who من. عندنا what هي ماذا. مثال what does red light mean نلاحظ معايا what هي ماذا. red أحمر light الضوء mean يعني. إذا قدوا باللغة العربية what أن مين ماذا يعني مين يعني light هي الضوء red أحمر. إذا ماذا يعني الضوء light هي الضوء red أحمر. مثال واحد آخر what do bees make? What do bees make? What يا ماذا bees هو النحل make يصنع. إذا ماذا make يصنع
bees النحل. What does a red light mean? What do bees make? إذا عندنا what. عودهم where أين when متى why لماذا who من what ماذا. إذا شكرا بزاف على المتابعه. إذا وجدت تصلوا بالجديد هبط لتحت وبرك على زر الاشتراك وما تنساش تفعل الجرس باش ما يتحطش فيديو جديد توصل به انت الاول. وان شاء الله غيكونوا فيديوهات كل يوم. شكرا بزاف. تهلاو.